مسائل ذبح الحيوان، هذا الفصل فصل الذبح والنذر أيضا، مسائل تتعلق بهما. وعلم أن ذبح الحيوان البري المقدور عليه بقطع كل حلقوم وكل مريء بكل محدد يجرح غير عدم وسن، وهذا هو المسألة الرئيسية. ذبح الحيوان يعني الذبح المشروع في الشرع، هذا الذي نعم هو لا، هذا ليس ترتيب خاص له فقط، هو يتبع الترتيب بعد الفقهاء. هنا إذا يعني للفقهاء اختلاف الأساليب، هنا تبع من يقرأ في الحاشية موجود. الفقهاء بعض من الفقهاء يذكرون هذه المسائل بعد كتاب الجهاد، لكن ذكرها في الروضة في آخر ربع العبادات تبعا لطائفة من الأصحابي، قال وهو أنسب. نعم، فإذن ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا تبعا للروضة. نعم، فإذن هذا اختلاف موجود، لكن مصنف يعني يختار طريقا ثم يتبعها. وعلم أن ذبح الحيوان البري المقدور عليه، هذا حيوان ثم بري، ما معنى بري؟ الذي يعيش في البر، ضده البحري، ثم مقدور عليه غير مقدور عليه، هذا سيأتي، بقطع كل حلقوم، ذبح الحيوان البري لا يجب ذبحه، نعم لجواز الأكل لا يجب ذبحه، هذا الذبح هو الذي يجوز الحيوان أكل الحيوان المأكولي، ذبح أو ما يقوم مقامه من الصيد كما سيأتي. بأي شيء هذا الذبح المشروع يتم؟ بقطع كل حلقوم وكل مريء. ما هو الحلقوم؟ وهو مخرج النفس. كل مريء، هذا مريء وهو مخرج الطعام تحت الحلقوم، فإذا يجب قطع هذين بتمامهما. فإذا لو بقي شيء منهما بدون قطع لم يتم الذبح، لو لم يتم الذبح لا يجوز الأكل، هكذا. فإذا هذا بقطع كل حلقوم، إذن ينبغي أن يكون موت هذا الحيوان بالقطع، يعني بالقطع فقط، ما لو كان بقطع وتسمم لا يجوز. يعني ذكر في التحفة يعني يشترط بمحل القطع أن يكون موت هذا الحيوان بمحل القطع، فلو ذبح بسكين مسموم بسم موحى حرمة، نعم، فإذن يكون هذا قتل الحيوان أو موت الحيوان بالقطع والسم، السم يؤثر، عندئذ لا يجوز. فإذن ينبغي أن يكون بقطع محل كل حلقوم، كذلك كل مريء. هناك رأيان آخران أيضا، هذا يفيد يجب قطعهما ثم قطع كلهما أيضا. عند الاستخري قال الاستخري يكفي أحدهما، يكفي أحد كل أحدهما، إما الحلقوم أو إما المريء، هذا يكفي. وفي وجه آخر ضعيف اختاره الرويانيفي الحلية، لا يضر بقاء شيء من الحلقوم والمريء، هكذا نقل الإمام دميري في شرع المنهج. فإذا فيهما خلاف، هل يجب قطعهما يعني الحلقوم والمريء؟ لا يجب، بل يكفي أحدهما.
كذلك هل يجب قطع كل منهما لو بقي شيء منهما بدون قطع يجوز او لا يجوز؟ هكذا ايضا وجه غريب. نعم. ثم هذا حلقوم مخرج النفس. مخرج النفس يعني خروجا ودخولا، مجرى النفس، مجرى الطعام، مجرى الطعام والشراب، هذا يكون موضعه تحت الحلقوم من الحلق. نعم. ثم بأي شيء، هذا الذي يذكر بعده بكل محدد. فإذا هناك ابن حجر رحمه الله ذكر هناك تفصيل، قال بعضهم ومنه المستدير الناتئ المتصل بالفم، يعني في عنقه، بالنسبة إلى الإنسان يوجد هذا شيء ناتئ بارز في، يعني شيء مستدير هو متصل بالفم، يعني يكون في أعلى الحلق، هذا شيء ناتي. ماذا يقال؟ هذا هو مستدير ناتي متصل بالفم. وهذا من أي شيء؟ هذا منه، يعني من مجرى النفس. هذا منه، يعني هذا من مجرى النفس، هذا شيء يرى ناتي بارز إلى الخارج، يعني في حلق الرجال من الإنس. هذا يوجد في كل حيوان، هذا يوجد للدجاج، هذا يعني ينقل إلى الفوق إلى التحت. حلقوم يعني مجرى النفس تماما، لا في فوقه هكذا شيء ناتي من الخارج بارز، هذا مستدير يعني في الفوق، هذا لا يرى في النساء بل يرى للرجال. نعم. فإذا هذا من النفس، يعني من الحلقوم، يعني هو جزء من الحلقوم كما يدل عليه كلام أهل اللغة، وتسمى بالحرقدة. نعم. فمتى وقع القطع فيه حل إن لم يتحزم منه شيء، بخلاف ما إذا وقع القطع في آخر اللسان. لو وقع هذا القطع في آخر اللسان، آخر اللسان والخارج عنه إلى جهة الفم، خارج عنه يعني خارج من مخرج النفس إلى جهة الفم، عندئذ لا يجوز، ويسمى حرقد الحرقد. نعم. يسمى الحرقد بكسر الهاء والقاف، حرقد. وهذا وراء الحرقدة السابقة، هكذا ذكر في التحفة قوله المتصل أي كالمتصل. الحرقدة وهي بفتح الحاء والقاف، إن لم يتحزم، ما معناه؟ يعني إن لم يبق منه جزء لم تمر السكين عليه ولم ينفصم بها، يعني هذا قطع السكين تمام الحرقدة يجوز يحل هذا الحيوان، لو بقي منه شيء بدون قطع لا يجوز. فإذن هذا عندما يذبح الدجاج هذا ينقل إلى جهة الرأس ثم ينقل تحته، فإذن ينبغي أن يذبح هكذا. فإذن لو ذبح وراء هذه الحرقدة من جانب الرأس يكون الذبح في آخر اللسان، فإذن هو يقول هذا لا يحل. لماذا؟ لو ذبح هناك، لو قطع هناك لا ينقطع الحلقوم، لا ينقطع الحلقوم، لكن هذا يقع القطع وراء الحلقوم، فإذا ينبغي أن ينتبه. هنا كيف يعني يذبح الشاة وكذلك الجاموس والبقر، كيف يذبح؟ عندنا يقال عندنا دائما ينبهون أن هذا الحرقد يجب أن يكون من جهة الرأس ويذبح تحته. هكذا ينبغي. هذا في الحيوانات الكبيرة، يعني
في الشاة في الشاة وغيرها. نعم في الشاة وفي البقر موجود هذا. ثم وهو مجرتها. ثم يقطع بأي شيء بكل محدد. محدد يعني هذا شيء له حد. حد يعني طرف قاطع، هذا معنى حد. يجرح، يجرح يعني يقطع. ينبغي أن يكون هذا القطع بآلة قاطعة محددة. غير علم وسن وظفر. هذا علم أو سن أو ظفر لو كان محددا أيضا لا يجوز، لو كان قاطعا أيضا لا يجوز. إذن بكل محدد غير علم وسن وظفر. ثم كحديد، هذا مثال للمحدد. إذن كحديد محدد وقصب وزجاج، يعني قصب محدد زجاج محدد كل هذا يكفي. وذهب وفضة، ذهب محدد فضة محددة. لو كان هذه الآلة له حد، ثم بهذا الحد القاطع قطع الحلقوم والمريء. فيحرم ما مات بالثقل ما أصابه من محدد أو غيره. هذا محترز قوله قطع كل حلقوم وكل مريء بكل محدد. فإذا لو لم يكن هناك قطع بمحدد بل مات الحيوان بثقل هذا المحدد يحرم، لا يجوز أكله. يحرم ما مات بثقل ما أصابه، ما أصاب الحيوان. يحرم ما يعني هذا الحيوان مات بثقل ما أصابه من محدد أو غيره. ممكن هذا الذي أصابه إما يكون محدد سكين محدد، لكن هذا ماذا فعل؟ هذا الذابح لغط لغطا شديدا حتى كان القطع بثقله وقوته. ثم أو غيره هذا ما أصابه إما محدد أو غير محدد. ثم غير محدد مثاله كبندقة. بندقة يعني هذا ماذا يقال؟ هذا شيء مدور يستعمل في يعني الصيد والقتال. هذا هو بندقة، يعني يملأ في المسدس ثم بعد ذلك يرمى به. نعم هذا بندقة، هذا ليس محددا بل هو جارح يجرح. وإن أنهر الدماء، سيأتي التفصيل في البندقة. نعم به تفصيل. وإن أنهر الدماء، ممكن هذا الذي أصابه أنهر يعني أصال الدماء وأبان الرأس، يعني قطع الرأس وأبان يعني فصل من عنقه، ومع ذلك لا يجوز. لماذا؟ لم يكن هناك قطع بمحدد بل كان الموت أو هذا انهيار الدم إسالة الدم إبانة الرأس كل هذا كان بالثقل ليس بالقطع فلا يجوز. أو ذبح أو ذبح بكال يحرم ما مات أو ذبح. أتفن لا مات. فإذا يحرم ما ذبح بكال لا يقطع إلا بقوة الذابح. هذا آلة محددة له حد ومع ذلك لا يقطع إلا بقوة الذابح. فإذا هكذا الذابح صرف القوة ثم قطع ومات، هذا لا يجوز. ثم فلهذا ينبغي الإسراع بقطع الحلقوم بحيث لا يندهي إلى حركة المذبوح قبل تمام القطع. لذا ينبغي الإسراع، لذا معناه لعدم جواز يعني أكل حيوان ذبح بكال أو أن مات بثقل ما أصابه من محدد.
لأجل ذلك ينبغي أن يسرعوا بقتل الحلقوم بحيث لا ينتهي إلى حركة المذبوح قبل تمام القطع. فإذا لو لم يسرع ممكن هو قطع شيئا من الحلقوم ثم تأنى وتأخر وأبطأ ممكن قبل تمام الذبح هذا يصل الحيوان إلى حركة مذبوح فلا يجوز أكله لأجل هذا المحذور يسرعنا هذا مسنون. وهنا ذكر يعني لا ينتهي إلى حركة المذبوح قبل تمام الحركة القطعي لكن ذكر هذا أولا الحركة في هذا الباب حركات ثلاثة حركة مستقرة أو يعني يقال حركة أو حياة حياة مستقرة حياة مستمرة حياة المذبوح هذا حياة مستمرة هذا حياة الحيوان عادة وهذه الحياة تبقى إلى وقت قتل الحيوان أو ذبح الحيوان هكذا تبقى هذه حياة مستمرة ثم حياة مستقرة هذا حياة مستقرة ما معناه يبقى معه معها الحيوان ليوم أو يومين هكذا لو ترك مع هذه الحياة يبقى يومين هكذا ممكن يموت بعده فلا بأس ثم حركة حياة مذبوح وحركة مذبوح معناه لا يبقى يوما مع هذه الحركة والحياة لا يبقى الحيوان يوما أو يومين هذا وهذا كيف يعلم؟ يعلم بالحركة الاختيارية والاضطرارية في حياة المذبوح تكون حركة أعلى الحيوان اضطرارية لا تكون اختيارية أما في الحيوان له حركة مستقرة تكون الحركة بالاختيار هذا كما سيأتي علامات فإذن وهذه الحركة المستقرة حياة المستقرة شرط في الذبيح عند ابتداء الذبح أو هو شرط إلى انتهاء الذبح فيه خلاف فهذا الذي ذكر المصنف هنا أن الحياة المستقرة شرط في الذبيح في الحيوان المذبوح إلى انتهاء الذبح بناء على ذلك ذكر هذه المسألة نعم ثم ويحل الجنين بذبح أمه إن مات في بطنها أو خرج في حركة مذبوح ومات حالا فإذا هذا جنين ذبح الأم ذبح للجنين فإذا يكون هنا ذبح حكمي فقط لا يكون هنا ذبح حسي حقيقي الذبح الحقيقي للأم فقط وهذا الذبح يعتبر ذبحا للجنين لماذا الجنين كأنه جزء للأم فإذا يذبح حلق الحيوان فقط ومع ذلك يجوز يده ورجله أكل يده ورجله يجوز أكل كذلك هذا كأنه يده ورجله هكذا أما غير المقدور نعم هذا معترض قوله ذبح الحيوان البري المقدور عليه أما هذا غير مقدور غير مقدور معناه الإنسان لا يستطيع أن يذبحه لماذا؟ لشدة عدوه ونفرته هكذا نفرة الحيوان أما غير المقدور لماذا بطيرانه هذا طار يطير أو شدة عدوه ليس طائرا بل هذا فر وحشيا كان أو إنسيا ثم في غير المقدور لا يشترط لكونه غير مقدور أن يكون وحشيا بل هذا حيوان هو إنسي لكن طرأ عليه
هذا عدم القدرة. مثلا كجمل أو جدي نفر شاردا، شاردا يعني هاربا. فإذن هكذا هذا طارئ، فهذا إذن يعتبر غير مقدور. ولم يتيسر لحوقه حالا وإن كان لو صبر سكنا وقدر عليه، وإن لم يخف عليه نحو سارق فيحل بالجرح المزهق بنحو سهم أو سيف في أي محل كان. فإذا ذبحوه هذا جرح مزهق في أي محل كان. لا حاجة، لا يجب قطع كل الحلقوم وكل المريء هكذا. أما غير المقدور بطيرانه أو شدة عدوه وحشيا كان أو إنسيا كجمل أو جدي نفر شاردا، شاردا يعني هاربا ما تنفر. ولم يتيسر لحوقه، لحوق هذا الجمل والجدي حالا، فإذا يعتبر حالا معناه حال إرادة الذهب، هذا الذي يعتبر حال إرادة الذبح هل هو مقدور أو ليس بمقدور. فقط لا يكلف مريد الذبح أن يصبر حتى يسكن، هكذا لا يكلف. لذلك قال وإن كان لو صبر سكن الجدي أو جمل يسكن لو صبر الذابح وقدر عليه يقدر عليه، ويا هكذا. وإن لم يخف عليه نحو سارق لا حاجة إلى اعتباره غير مقدور حال إرادة الذبح أن يخاف عليه نحو سارق، لا حاجة إليه، بل ينظر في حالة إرادة الذبح هل يقدر عليه أو لا يقدر عليه. لو كان يقدر عليه يفعل كما فعل أولا، وهذا وإلا يفعل هكذا أذهبه. فيحل بالجرح، الجرح المزهق، مزهق للروح، مزهق يعني مخرج للروح، أزهق بمعنى أخرج. بأي شيء إزهاق الروح، جرح مزهق بنحو السهم، بنحو سهم أو سيف. فإذن هذا ماذا يدخل في قوله نحو كل محدد يجرح ولو غير حديد ذهبا أو فضة كما سبق أو قصب هكذا. فإذن هنا إذن يشترط أن يكون محدد، سهم سيف كله محدد له حد قاطع يجرح، هذا شرط هنا إذن. لكن ما هو شرط الفائت هنا؟ لا حاجة إلى قطع كل مريء وحلقوم، هذا هو، بل يكفي هذا الجرح في أي مكان من جسده في أي محل كان. ثم إن أدركه وبه حياة مستقرة فإن تعذر ذبحه من غير تقصير منه حتى مات كان اشتغل بتوجيهه للقبلة أو سل السكين فمات قبل الإمكان حلا، وإلا كأن لم يكن معه سكين أو علق في الغمد بحيث تعسر إخراجه فلا. هكذا كان الحيوان الذي أراد ذبحه غير مقدور، لأجل ذلك جرحه جرحا مزهقا بنحو سيف أو يعني سهم هكذا. بعد ذلك وأني قدر عليه، ممكن هذا الحيوان بسبب القطع بالسيف أو الضرب بالسيف أو بسبب الرمي بالسهم سقط على الأرض، بعد سقوط هذا الحيوان على الأرض هو قدر عليه، فإذا ممكن يكون في هذا الحيوان حياة مستقرة أو لا يكون حياة مستقرة. لو كان حياة مستقرة يجب ذبحه، الآن صار مقدورا يجب ذبحه. لو لم يكن حياة مستقرة هكذا بشروط يذكر فلا يجب. هذا التفصيل هو الذي يذكره. ثم إن أدركه هذا الذابح
الجارح أدرك هذا الحيوان كيف أدرك وبه حياة مستقرة يعني والحال أن بهذا الحيوان حياة مستقرة حركة مستقرة يعني لو ترك هذا الحيوان مع هذه الحياة يعيش يوما أو يومين هذا فإن تعذر ذبحه ثم لم يتيسر له ذبح هذا الحيوان ثم قدر عليه ماذا يجب عليه؟ يجب الذبح لكن لم يتيسر بدون تقصير منه إن أدركه وبه حياة مستقرة وإن تعذر ذبحه من غير تقصير منه حل هذا هو جواب الشرط ثم من غير تقصير منه يذكر له مثال إلى أي وقت لم يكن منه تقصير حتى مات كان اشتغل بتوجيهه للقبلة أو سل السكين اشتغل بسل السكين من غمده فمات قبل الإمكان لذبحه هكذا لم يستطيع أن يذبح حلا وإلا يعني إن لم يكن هذا التعذر بدون تقصير منه بل بتقصير منه تعذر فلا يعني لا يحل لك إذن هذا يذكر مثال للتقصير كأن لم يكن معه سكين يعني هو هكذا جرح حيوانا نافرا جرحا مزهقا ما كان عنده سكين هذا تقصير منه فإذن ينبغي أن يحذر السكين الصائد يحذر معه السكين أو علق في الغمد بحيث تعسر إخراجه وأراد سل السكين لكن كان متعلقا بالغمد لم يتيسر إخراج السكين أو نعم إخراج السكين من غمده من غلافه فإذا ينبغي أن يتأكد أولا من مثل هذه الأمور لو نال صيدا فليتيسر له ذبحه بدون تقصير منه هكذا ينبغي أن يتأكد الأمور قبل الصيد ثم يصيد فإذا لو وجد صيدا وبه حياة مستقرة يجب عليه الذبح نعم ويحرم قطعا رمي الصيد بالبندق المعتاد الآن وهو ما يصنع بالحديد ويرمي بالنار لأنه محرق ومذفف سريعا غالبا هذا مسألة يعني الصيد بالبندق بندق يعني الذي قلت يعني يرمى وهو شيء صغير ككرة مصنوع من رصاص أو حديد أو شيء آخر لا ينظر إلى المادة بل ينظر إلى كيفيته وطبيعته هل هو يرمي بالنار أو لا يرمي بالنار لو كان يربي من النار لا يجوز ولا الصيد بهذا البندق ولا يحل هذا الحيوان الذي مات بالصيد بالبندق أما لو لم يكن يعني راميا بالنار بل يجرح فقط وهذا الذي يجوز نعم هذا ينفجر نعم نعم بعد دخول إصابة هذا الشيء جسد الحيوان أو جسد الإنسان ينفجر في داخله يكون فيه يعني مركب مادة والإحراق والانفجار لا بس هذا الذي يقوم يحرم قطعا لا خلاف فيه يحرم قطعا يعني هذا الصيد حرام وكذلك أكل هذا الحيوان الذي مات بهذا الصيد أيضا يحرم أكل أيضا حرام رمي الصيد بأي شيء الصيد يعني الحيوان الذي يصاد بأي شيء يرمى بالبندق المعتاد الآن يعني في زمن المصنف ثم بعد ذلك يعني هذا حادث في زمنه وصار منتشرا معتادا هو فسر ماذا أراد بالبندق المعتاد ما يصنع بالحديد
ويرمي بالنار وهذا الشيء يرمي يعني يخرج النار البندق يأتي بالنار لأنه محرق لأن هذا البندق المعتاد محرق أو مضفف مضفف معناه مخرج للروح كيف سريعا غالبا ولو في الكبير أيضا فإذا هناك يكون إسراع وهذا إسراع للروح وهو جيد لكن هنا هذا عفة لماذا؟ لأنه بسبب الإحراق يحرق جسد الحيوان أو يخرج روحه ويسرع إخراج روحه بسبب الإحراق لذلك صار يعني محذورا قال شيخنا نعم إن علم حاذق يعني خبير في الرمي ماذا علم ليس ظن بل علم بسبب خبرته هو يعلم أنه إنما يصيب نحو جناح كبير إنما يصيب نحو جناح كبير يعني حيوان كبير يعني نحو مثلا كالرجل أو اليد هكذا يصيب الرجل أو اليد فقط يعني لا يقتله سريعا فيشقه يعني يشق هذا الجناح فقط أو يشق الرجل فقط يعني لا يقتله يحتمل الجواز والرمي نعم يحتمل الجواز هكذا هذا يعني حكم خاص لأجل خبرته وحذقه يعني. ثم والرمي ثم يبين مسألة أخرى تتعلق بالبندق والرمي بالبندق المعتاد قديما وهو ما يصنع من الطين جائز فإذا بندق نوعان الذي يصنع من الطين الذي يصنع من الحديد هذا الذي يصنع من الحديد وهو يرمي بالنار أما ما يصنع من الطين لا يرمي بالنار لذلك جائز على المعتمد فيه خلاف هل يجوز أو لا يجوز الجواز هو المعتبر خلافا لبعض المحققين بعض أصحاب الحواشي ذكر هناك في قوله يحرم قطعا رمي السيد بلا خلاف عندنا بخلاف الرمي ببندق الطين ففيه خلاف يأتي وقال المالكية بجواز الرمي ببندق الرصاص المعروف الآن وحل أكل ما صيد به بشرط التسمية عند الرمي فإن تركها سهوا لم يضر هكذا ذكر صاحب الترشيح نعم إذن هذا قطعا معناه عند الشافعية أما عند المالكية يجوزها نعم إذن فيه خلاف مذهبي وشرط الذابح أن يكون مسلما بين كيفية الذبح وصفات تعالى الذبح ثم يبين شرط الذبح أن يكون مسلما أو كتابيا ينكح ذبيحة أهل الكتاب جائز لأجل ذلك لو كان الذبح من أهل الكتاب يكفي لكن في هذا الكتاب شرط أن ينكح معناه يحل أن ينكح ليس كل كتابي ينكح بل بعد هذا شرط ذكا سيذكر يعني في باب النكاح في الإسرائيلية المرأة الإسرائيلية ينبغي ألا يعلم أن أباها الأول دخل في دين موسى عليه السلام بعد بعثة عيسى عليه السلام لو علم هذا لا يدري أما لو كانت المرأة يعني أهل الكتاب غير إسرائيليين ينبغي أن يعلم أنهم دخلوا في دين عيسى عليه السلام بعد بعثته فإذن هكذا شروط مختلفة وبهذه الشروط يجوز النكاح وكذلك يجوز
هذا بجهته هو يعني. ثم ويسن أن يقطع الوددين قطع كل الحلقوم والمريء واجب أما قطع الوددين سنة ما هما وددان ما هما هما إرقاء صفحة عنق يعني في جانبي العنق يوجد إرقان وهذان الإرقان يسمى يعني بالوددين قطعهما يسمى هذا محيط بالحلقوم وأن يحد شفرته هذا أيضا من سنن الذبح يحد من أحد يحد إحداد يعني هذا ماذا يقال زيادة قوة الجرح والقطع لهذه الآلة نعم أن يحد شفرة شفرة يعني السكين العليمة هي المسمى بالشفرة لكن هنا المراد بالشفرة آلة الذبح أيا كان ويوجه ذبيحته لقبلة يوجه أن يقطع وأن يحد ويوجه يعني ويوجه ذبيحته لقبلة بأي شيء هذا توجيهه للقبلة يعني بمكان الذبح ليس بالوجه لماذا؟ لأن يكون الذابح إلى القبلة فإذن ما يوجه هذه الذبيحة إلى القبلة بمذبحه بمكان الذبح فإذن يكون الذابح مستقبلا للقبلة فإن يكون الذابح رجلا عاقلا فامرأة فصبية يعني ذكرنا شرط الذابح أن يكون مسلما رجلا أو امرأة كذلك يعني حرا أو عبدا بالغا أو صبيا كل دخل لذلك هنا بين الأفضل من هو رجل عاقل رجل عاقل يعني رجل بالغ ثم امرأة ثم صبيا ويقول ندبا ويقول هذا مستأنف ويقول ندبا عند الذبح وكذا عند رمي الصيد هو يرمي الصيد بسهمه او يعني سيفه هكذا الصيد ممكن ان يكون سمكا لو كان سمكا او جرادا اي شيء كان يسنى هذا عندما يرسل أي يرمي الصيد أو عندما يبدأ يعني صيد السمك وإرسال الجارحة تفن على قوله رمي الصيد يكون المعنى هكذا عند إرسال الجارحة الجارحة هذا حيوان معلم مثل الكلب رمي يعني بسهم وغيره هذا إرسال الجارحة لي قبل الصيد نعم في هذه الحالات كلها يقول ندبا ماذا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه لا يجرد السلام الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بدون الآل ولا صحابه لأجل ذلك يطلبان على آله وصحابه وهنا يعني يذكر تمام هذين الصفتين الرحمن الرحيم عندنا في مذهبنا هذا يقال يذكر تمام البسملة كاملة لكن عند بعض الأئمة هذا بسم الله فقط بدون زيادة الرحمن الرحيم هم قالوا هذا تعذيب لا يليق به هذان الاسمان لكن أجابت الشافعية هذا رحمة للذابح والمذبوح جميعا فإذا هذا بالنسبة إلى الذابح وهذا الذبح رحمة له لماذا هذا صار يعني مجوزا للأكل لو لم يشرع هذا لا يجوز الأكل فإذا لا يكون هناك رحمة
ثم بعد ذلك الذبح رحمة للحيوان بالنسبة إلى يعني طرق قتله غير الذبح. مثلا هذا يعني حبس نفسه بحبل أو غيره، أو يعني هذا شق رأسه بحجر أو غيره، فهكذا لو قتل يكون فيه إيلام تعذيب أكبر. أما الذبح يسرع بخروج روح هذا الحيوان، لذلك هو رحمة نسبيا، هكذا بين العلماء. نعم، لأجل ذلك هذا يسمى يعني تماما بسم الله الرحمن الرحيم. ثم هذا الصلاة فقط. صلاة لماذا شرع؟ لأن هذا مكان يشرع فيه ذكر الله تعالى، فيجمع معه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مصداقا أو مبطلا من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. ثم هذا التكبير، الناس يكبرون عند الذبح في بعض الأماكن، لكن هذا التكبير ليس في جميع الذبح، بل يكبر في ذبح الأضحية فقط. فإذا هذا التكبير يشرع عند الذبح تابعا للعيد فقط، ليس على الإطلاق. نعم، فهكذا عند الأضحية، عند العقيقة هناك أذكار غيرها، غير التسمية والصلاة على المشروع، من بينها هذا التكبير. ثم ويشترط في الذبيح غير المريل شيئان أحدهما، يعني مصنف أولا قسم الذبيح إلى قسمين، مريل غير مريل. أولا يذكر الشروط في غير المريل، ثم يذكر حال المريل. يشترط في الذبيح غير المريل شيئان أحدهما أن يكون فيه حياة مستقرة. متى أول ذبحه؟ أول ذبحه خاصة، هذا هو المعتمد. ثم خلافا لمن قال لا بد من بقائها إلى تمام الذبح، لا حاجة إلى بقاء الحياة المستقرة إلى تمام الذبح، بل يكفي أول الذبح ولو ظنا، يكفي وجود الحياة المستقرة في الذبيح غير المريل يكفي ظنا. كيف يكون هذا الظن؟ بنحو شدة حركة بعده، يعني بعد الذبح الحيوان يتحرك بشدة، ومن هذا يحصل ظن أن الحيوان كان به حياة مستقرة عند ابتداء الذبح. نعم، ولو وحدها، يعني فيه هذه شدة الحركة فقط، ليس معها علامة أخرى، هذا يكفي لأجل الظن على المعتمد. وانفجار دم، هذه علامة أخرى. وتدفقه، إذا غلب على الظن بقاؤها فيهما، إذن انفجار دم كذلك تدفق الدم كلها علامات لبقاء الحياة المستقرة عند أول الذبح. ثم إذا غلب على الظن بقاؤها، بقاء أي شيء؟ بقاء الحياة المستقرة، بقاء الحياة المستقرة، بقاء بقاؤها يعني بقاء الحياة المستقرة فيهما، فيما في انفجار الدم وتدفق الدم. فإذا عند انفجار الدم كذلك تدفق الدم يمكن أن يحصل يغلب على الظن بقاء الحياة. بقاء الحياة متى؟ عند ابتداء الذبح، كانت الحياة المستقرة باقية عند ابتداء الذبح. هكذا لو حصل الظن يكفي. نعم، فإذا هكذا علامات. ثم فإن شك في استقرارها، استقرار الحياة لفقد العلامات شك،
يعني رجل هكذا ذبح حيوانا لكن بعد الذبح لم يجد هكذا شيئا من علامات الحياة المستقرة الباقية عند ابتداء الذبح حرما لا يجوز أكلهما حرام. ثم ولو جرح حيوان أو سقط عليه نحو سيف أو عله نحو حرة فإن بقيت فيه حياة مستقرة فذبحه حلا وإن تيقن هلاكه بعد ساعة فإلا لم يحله كما لو قطع بعد من رفع السكين ولو لعذر ما بقي بعد انتهائها إلى حركة مذبوح. نعم. فإذن تفريعا على هذا على هذا الشرط يذكر بعض الفروعات ما هي جرح حيوان بأي شيء كان جرح مطلق في جسده أصابه جرح أو سقط عليه نحو سيف عليه أو عله نحو حرة أو كلب هكذا حيوان يعني الله هذا الحيوان فإن بقيت فيه حياة مستقرة بعد ذلك وجد الرجل في هذا الحيوان المجروح أو الذي سقط عليه نحو سيف أو المعلوض عله حرة وجد فيه حياة مستقرة فذبحه فورا حلا. نعم. لماذا عند ابتداء الذبح وجد فيها حياة مستقرة لذلك حلا وإن تيقن هلاكه بعد ساعة بعد الساعة ما معنى ساعة هنا بمعنى المدة عبارة النهاية بعد يوم أو يومين بعد يوم أو يومين هذا الذي يتفق مع تفسير الفقهاء للحياة المستقرة الحيوان لو ترك مع هذه الحياة يعيش يوما أو يومين إذن بعد ذلك يعني يهلك ويموت هكذا هو يتيقن ومع ذلك عند الذبح كان به حياة مستقرة لذلك يحل وإلا إلا معناه وإن لم تبق فيه حياة مستقرة لم يحل. نعم. فإذن هكذا وقع عليه سيف وعله نحو حرة وصار الحيوان على حياة مذبوح ثم ذبحه لا يجوز يذكر لي هذا نظيرا كما لو قطع بعد رفع السكين رجل يعني أثناء الذبح رفع السكين لماذا رفع السكين إما بعذر أو بدون عذر ولو لعذر رفع السكين إما بعذر أو بدون عذر ذلك أتى بغاية ولو لعذر ماذا قطع ما بقي قطع ما بقي فإذن أولا قطع شيئا من المريء والحلقوم أو شيئا منهما ثم يبقى منهما شيء أو من واحدهما شيء هذا بعد رفع السكين قطع الباقية متى قطع الباقية بعد انتهائها إلى حركة مذبوح بعد انتهاء الذبيحة انتهائها يعني انتهاء الذبيحة إلى حركة مذبوح قطعها فهل يجوز أو لا يجوز هذا لا يحل هذا نذير للم يحل وإلا لم يحل. نعم هذا أيضا مبني على أن الحياة المستقرة شرط في الذبيحة إلى انتهاء الذبح بناء عليه ذكر هذا فإذا لو اكتفي بوجود الحياة المستقرة عند ابتداء الذبح هذا لا يشكل لا يضر هذا بل يحل هنا لماذا عند ابتداء الذبح كان بالحيوان حياة مستقرة ثم بعد ذلك يعني وصل هذا سيأتي مصنف يذكر تلك صورة فإذن من هناك يعلم من بيانه التي يعلم أن هذا لا يحل متى لو قطع بعد أن لم يقطع ما بقي فورا
بل قطع الباقي بتأن وتأخر فلا يحل. وهناك قطع. فإذن ظاهر هكذا أنه مبني على هذا، يعني وجود هذا الشرط إلى نهاية الذبح، لكن من البيان التي يفهم أن هذا ليس هناك فقط بل على القولين، وهنا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قطع الباقية بعد انتهاء إلى حركة مذبوح، يعني بتأن وتأخر لم يذبح بسرعة. نعم. قال شيخنا في شرح المنهاج: وفي كلام بعضهم أنه لو رفع يده لنحو اضطرابه، فإذا نحو الاضطراب هذا عذر، من اضطرب الحيوان اضطرب، أو يعني اضطراب اليد أيا كان بسببه سقط السكين ثم أخذها هكذا فأعادها فورا، فأعادها فورا وأتم الذبح حلا. فإذن هذا كأنه قيد للأول، فإذن بالأول قطع ما بقي بعد انتهاء إلى حركة مذبوح معناه بتأخر، ليس القطع فورا، لو كان بالفور لا يوجد إلى بقاء الحياة المستقرة أو عدم بقائها. لماذا؟ لأن الحياة المستقرة كانت موجودة عند ابتداء الذبح، هذا القدر كافٍ. وقول بعضه لو رفع يده ثم أعادها لم يحل، هكذا قال البعض، وهو مفرع على عدم الحياة المستقرة عند إعادتها. عند إعادتها ما كانت حياة مستقرة، هذا بناء على القول المرجوح كما قلت، يعني أن الحياة المستقرة شرط إلى نهاية الذبح، أو محمول على ما إذا لم يعدها على الفور. فإذا لو أعادها على الفور فلا بأس، لا ينظر إلى الحياة المستقرة. ويؤيده إفتاء غير واحد، هكذا محمول، يؤيد هذا الحمل إفتاء غير واحد من العلماء فيما لو انفلتت شفرته فردها حالا، انفلتت يعني التربت شفرته، هذه الحالة والسكين والسيف هكذا، ردها حالا أنه يحل. نعم. فإذا هنا متى لا يحل؟ لو أعاد بغير فور، ما لو أعاد بفور يحل. ثم عندها ولو عندها لحركة مذبوح بمرض، هذا مسألة قوله غير المريض، فإذا لو كان مريضا هذا بسبب المرض بلغ الحيوان إلى حركة مذبوح، ليس به حياة مستقرة بسبب المرض، ماذا يفعل به؟ هذا الذي يبين. ولو عندها يعني حيوان مقول لحركة مذبوح بمرض، وإن كان سببه أكل نبات مضر، يعني هذا الحيوان أكل نباتا مضرا لأجل ذلك وصل إلى ما؟ إلى حياة مذبوح، إلى حياة مذبوح وصل، بلى كفى ذبحه في آخر رمقه، إذ لم يوجد ما يحال عليه الهلاك من جرح أو نحوه. إذ لم أو إذا لم، كيف في كتبكم؟ إذا أو إذا، شرط إذا، إذا كالذي ينبغي في كتابي إذ لم، إذا لم يوجد ما يحال عليه الهلاك من جرح أو نحوه، فإن وجد كأن أكل نباتا يؤدي إلى الهلاك واشترط فيه وجود الحياة المستقرة فيه عند ابتداء الذبح ولو بالظن بالعلامة المذكورة بعده. فإذا هذا المريض الشف ذكرت إذا لم يوجد، فعندنا إذ لم يوجد، لا لا هناك يجب أن يكون الشرط. نعم نعم إذا الشرط.
مريض حيوان مريض به حياة مذبوح فقط ليس به حياة مستقرة. ممكن سبب هذا المرض هذا حيوان أكل نباتا مضرا يؤدي إلى الهلاك أو لا يؤدي إلى الهلاك، كفى ذبحه في آخر رمقه، آخر رمقه يعني في آخر حياته. فإذا لا يشترط في المريض الحياة المستقرة، هذا خلاصة بيانه. الحياة المستقرة شرط في حيوان غير مريض. فإذا لو بقي من حياته الشيء هذا معنى قولي آخر رمق، متى هذا يكفي؟ إذا لم يوجد، يعني لو لم يوجد في هذا هذه الذبيحة ما يحال عليه الهلاك من جرح أو نحوه، يعني سبب يضاف إليه الهلاك والموت. لو كان هكذا بجسد الحيوان سبب يضاف إليه موته من جرح أو نحوه، نحو مثل ماذا؟ مثلا إن هدم على هذا الحيوان سقف، سقف بيت وصار مريضا، فإذا لو مات يضاف موته إلى إلى هذا الانهدام، انهدام السقف عليه هكذا. أو رجل وطئه برجله هكذا. نعم، لو لم يكن هكذا أشياء أسباب فيكفي هذا الذبح في آخر رمقه. نعم، فإن وجد هذا يوجد ما يحال عليه الهلاك، يعني ما يضاف إليه الهلاك من الأسباب. كان أكل نباتا يؤدي إلى الهلاك اشترط فيه وجود الحياة المستقرة فيه عند ابتداء الذبح. نعم، فإذا هناك قال يعني إن وجد إن وجد كأن أكل نباتا يؤدي إلى الهلاك. أما أكل نبات مضر، ما معنى مضر؟ لا يؤدي إلى الهلاك، ليس مهلكا. سبب المرض أكل نبات مضر فقط ليس مهلكا. لو كان أكل نبات مهلكا فهو مما يضاف إليه الهلاك. عندئذ يجب يعني عند ابتداء الذبح وجود الحياة المستقرة في عند ابتداء الذبح. نعم، ولو بالظن في هذا وجود هذه الحياة بالظن بالعلامة، كيف الظن بالعلامة المذكورة؟ متى يجب هذا وجوده؟ وجود الحياة المستقرة بعده، يعني بعد الذبح. لا، بعد الذبح العلامة. نعم، العلامة المذكورة بعده بعد الذبح، يعني توجد هذه العلامات كما سبق، يعني انفجار الدم أو شدة الحركة، وهذه العلامات توجد بعد الذبح. نعم، ثم فائدة يذكر هنا مسألة، هذا ذبح الحيوان لأجل الجن، لأجل دفع شر الجن، دفع شر الجن أو الشيطان هكذا. نعم، هذا في بعض الأحوال يحل في بعض الأحوال لا يحل، هذا الذي يذكر. فائدة من ذبح تقربا لله تعالى، تقربا معناه عبادة، القربة والعبادة، تقربا تعبدا لله تعالى معناه أداء العبادة لله تعالى، هكذا يعني ذبح حيوانا. لكن لماذا هذا؟ وهو مقصوده هذا، يعني مقصود هذا الذبح التعبد لله، لكن هناك حاجة لهذا، يعني مقتضي ما هو؟ مقتضي دفع شر الجن عنه، يعني ذابه، لدفع ذبح لدفع شر الجن عنه، لأن هناك حاجة مقتضي الذبح وكذلك مقصود الذبح. مقصود الذبح التقرب لله، مقتضي الذبح دفع شر الجن، لم يحرم، يعني لا يحرم ذبحه ولا أكله، يجوز هذا الذبح ويجوز أكله هذه الذبيحة أيضا. أو بقصدهم حرما، يعني وهو
ما ذبح لماذا؟ للدفع شر الجن أو الشيطان، لكن أراد التقرب إلى الجن، تقرب إلى الجن يعني وهذا كأنه يجاملهم بهذا الفعل مجاملة، يعني تصبين هذا الجن، هذا الجن اللاري أو الشيطان اللاري، يعني لم يذبح على وجه القربة لله تعالى بل على وجه القربة التقرب يعني بقصد الجن فيحرم يحرم. فإذا لو كان هذا عبادة للجن يكفر، وإذا هذا ليس عبادة للجن بل هو قصد الجن فقط، يعني لو كان عبادة للجن والشيطان يكفر وإذا. فإذا هذا ذبح تقربا لله مثلا لدفع شر الجن عنه، نظيره قراءة قرآن، رجل يختم القرآن أو يقرأ بعض السور لماذا؟ لدفع شر الجن أو الشيطان، هكذا يعني كما ورد في فضل بعض السور أو الآيات في بعض سورة فضل سورة البقرة ورد أنه لو قرئ قرئت سورة البقرة في بيت أيؤمن من شرور المردة من الشياطين، هكذا. فإذا الرجل يقرأ بهذه النية، لكن هذا تقرب لله تعالى، أداء القراءة على وجه السنة، ومع ذلك يقصد دفع شر الجن، كذلك هو يذبح ببركة هذه العبادة، الله تعالى يدفع شر الجن. والآخر يعني بقصدهم معناه بإرلاء، بقصد إرلائهم وهو يرلي الجن، فإذا هذا الجن وهو يذهب بنفسه بسبب الرضا، نعم هذا يحرم. وثانيهما يعني ثاني الشرطين، نعم ذكر يعني يشترط شيئان، أحدهما بينا الحياة المستقرة، ما هو الثاني؟ كونه موكولا، ينبغي أن يكون الذبيح شيئا موكولا. موكولا ما معناه؟ جوز الشرع أكله، هذا وهو من الحيوان البري. ما هو الموكول من الحيوانات البرية؟ الأنعام، الحيوان البري والبحري. البري يعني ما يعيش في البر فقط، لا يحيا يعني نعم لا يعيش في الماء. أما البري البحري إما يعيش في الماء فقط أو يعيش في يعني في الماء والأرض، في البحر والبر جميعا، كلاهما داخلان في البحري عند اطلاق واحد، وعند اطلاق اخرى يكون المراد ما يعيش في الماء فقط، هكذا للبحري اطلاقا. اما البري اطلاق واحد يعني ما يعيش في البر لا يعيش في الماء، لو القي في الماء يكون هذا سببا لهلاكه، سببا لهلاكه يصل يبلغ الى حياة مذبوح. نعم البري الأنعام، أنعام يعني هذه ثلاثة، الإبل والبقر والشاة، ثم الخيل وبقر وحش. في النعم يدخل هذا بقر، بقر إنس، فالأنعام والخيل وبقر وحش، هذا بقر داخل في النعم، لكن ذاك بقر ليس بقر وحش بل هذا ذاك بقر إنس. نعم ثم الذي يعيش مع الإنس، وهذا يعيش في الغابة. ثم حماره يعني حمار وحش، حمار وحش هو احتراز عن حمار أهلي، هذا لا يجوز. ثم ولبي ولبع ولب وارنب وزعلب
وسنجاب من الحيوان البحري. هذا خبر مرفوع. الأنعام والخيل وبقر وحش وحماره ولبي ولبع ولب وأرنب وثعلب وسنجاب وكل لقاط للحب. فإذن أولا ذكر بعض الحيوانات بأسمائها ثم أخيرا ذكر هذا بوصفه يعني لقاط لقاط للحب كل لقاط للحب دخل فيه جميع الطيور. نعم ما عدا ذوات المخلب. فإذن الطيور يعني قسمان ذات مخلب غير ذات مخلب. إذن ذات مخلب لا يدخل بل دخل فيه غير ذات مخلب. يلتقط الحبة لقات يعني يأخذ واحدة واحدة هذا مثل الدجاج. لا أسد أسد لا يجوز من الحيوان البري هذا حيوان بري لكن لا يجوز هذا. أسد قرد سقر طاووس حداءة وبوم ودرة وكذا غراب أسود ورمادي اللون كلاهما لا يجوزان. يعني في الغراب تفصيل أن يقال له غراب الزرع هذا جائز أما غراب أسود كذلك غراب رمادي اللون لا يجوزان خلافا لبعضه عند البعض هذان جائزان. نعم ويكره جلالة جلالة يعني هذا حيوان يأكل النجس. متى يكره سيذكر إن وجد فيه ريح النجاسة. نعم يكره جلالة ولو من غير نعم كدجاج هذا مثال لغير نعم. إن وجد فيه ريح النجاسة يكره. نعم فإذا الريح أو طعم أو لون أيا وجد فإذا كيف يأكل النجسة الدجاج يأكل النجسة. أما من النعم مثلا هذا الشاة تشرب يعني لبنها هكذا يكون من عادة بعض الشياه تشرب لبنها فإذا هذا يدخل من الجلالة. فهذا ليس أكل اللحم فقط مكروه بل يكره تناول شيء منها كلبنها ولحمها وصوفها وبيضها كذلك يكره ركوبها بلا حائل كل هذا يكره. إن وجد في ريح النجاة ويحل أكل بيض غير المأكول يحل أكل بيض غير المأكول حلال مطلقا. نعم بيض الغراب وهكذا بيض البوم ثم خلافا لجمع فيه خلاف لجمع. نعم ويحرم من الحيوان البحري والذي سبق يعني الحيوان البري ثم من الحيوان البحري هو يبين المحرمات لماذا الأغلب جائز هناك لأجل ذلك عكس الأسلوب. يحرم من الحيوان البري بحري ما معنى البحري ذكر شامل المختص بالبحري وما يعيش في البحر والبري كلاهما دخل في البحري هنا لماذا يذكر فيما بعده الضفدع والضفدع والتمساح والسلحفاة والسرطان يذكر كل هذا. فإذا هذه يعني يعيش في البر والبحر جميعا لذلك ينبغي أن يدخل في معنى البحري ما هو يعيش في البحر فقط. بحر المراد بالبحر الماء ليس بحر في مقابلة البئر والبركة أو يعني في مقابلة العين والنهر لا بل يعني ما مطلق الماء.
فإذا إما لا يعيش في الماء فقط أو يعيش في الماء والبر جميعا. يحرم لفظ كذلك تمساح سلحفاة سلحفاة وسرطان كلها هذه أربعة حرام وسائر هذه الأربعة حلال. نعم. لا قرش و دنيلس لا قرش و دنيلس على الأصح فيهما هذان حرامان أو جائزان جائزان على الأصح لكن قيل بالحرمة هكذا هو التفصيل في البحري لكن هذا الذي ذكر في المجموع هذا استثناء واللفظ فقط تمساح سلحفاة سرطان كل هذا جائز بناء على ما ذكر الإمام النووي رحمه الله في المجموع. نعم هذا سيبين ثم في المنهاج عبارة المنهاج في هذا المكان مع التحفة وما يعيش دائما في بر وبحر كالأفدع وسرطان وتمساح ونسناس وحية وسائر ذوات السموم وسلحفات حرام لا يعيش فيهما وهذا حرام لاستخباثه وضرره وجريا على هذا في الروضة واصلها أيضا لكن تعقبه في المجموع فقال الصحيح المعتمد. فإذا هذا الذي ذكر أين في الروضة واصل الروضة ثم بعده يقول مصنفنا مخدوم رحمه الله يقول قال في المجموع الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر يحل ميتته إلا اللفظ البحر يعني مشتركا كما ذكرنا هنا معنى البحر هذا يعيش في البحر والبر جميعا هذا إلا الضفدع ويؤيده نقل ابن السباغ رحمه الله عن الأصحاب حل جميع ما فيه إلا الضفدع نعم إلا الضفدع وكذلك ذات سم أيضا ذات سم لا يجوز هذا لأجل الله رضي بسم هذا هو المعتمد عندنا شيخ أنا هكذا ذكر يعني إلا الضفدع يحل كل ما ما ذكرنا إلا الضفدع أنا هذا هو الراجل وما فيه سم وما ذكره الأصحاب أو بعضهم من تحريم السلحفاة والحية والنسناس محمول على ما في غير البحر غير البحر يعني لا يعيش في البحر بل يعيش في البر فقط قوله محمول على إلى آخر أي فالحية والنسناس والسلحفاة البحرية حلال كما في علي شبرام اللسيان شرواني أن علي شرام اللسيان والحية التي لا سم لها لحرمة ذات السم مطلقا كما في فإذا في هذه الأشياء غير اللفظ خلاف النعم هذا هو تمساح سلحفاة سرطان فيها خلاف بين كتب الإمام النووي رحمه الله بين الروضة والمجموع نعم ثم ويؤيده نقل ابن السباق عن الأصحابي إلا جميع ما فيه إلا اللفظ ويحل أكل ميتة الجراد والسمك هذان حيوانان أحدهما بري والآخر بحري نعم ميتة الجراد هذا بري السمك بحري إلا ما تغير في جوف غيره السمك ما المراد بالسمك المراد به كل ما في البحر ليس السمك عند اللغة سمك نوع
وكذلك يوجد في البحر أشياء أخرى حيوانات أخرى غير السمك، لكن هذا هنا المراد به كل ما في البحر أيا كان. نعم. على أي صورة كان، كما سيأتي يعني صورة كلب أو خنزير هكذا، يقال له كلب بحري أو خنزير بحري، هكذا حيوانات كلها داخل في مسمى يعني في معنى السمك هنا. إلا ما تغير في جوف غيره، لو تغير في غير في جوف غيره لا يجوز، ولو في صورة كلب أو خنزير. نعم، السمك ممكن صورة كلب أو خنزير أو صورة إنسان. هناك حيوان يسمى بعذراء البحر، نعم، هذا أيضا يجوز أكله بدون ذبح. نعم. ثم ما تغير في جوف غيره، هذا هل يعتبر التغير فقط أو التقطع، يعني تقطع أيضا؟ هذا عبارة تحفة. ولو تغيرت سمكة وتقطعت بجوف أخرى حرمت ونوزي في اعتبار التقطع، ويجاب بأن العلة أنها صارت أكروث ولا تكون مثله إلا إذا إن تقطعت، هكذا هو بينا. فإذا لا يكفي مجرد التغير للحرمة بل التقطع أيضا، يعني تفتت الأجزاء، عندئذ يحرم وإلا لا يحرم. فإذا لو كان سمك في بطن سمك آخر يجوز أكله، لو لم يتقطع يتغير هكذا. ثم ويسن ذبح كبيرهما، كبيرهما يعني كبير الجراد والسمك. إذن ذكر هناك عبر هناك بميتة، ميتة يعني غير مذبوح، مات بدون ذبح يجوز أكلهما، هذا الذي قال. لكن يسن ذبح كبيرهما الذي يطول بقاؤه، الذي يطول بقاؤه يعني بقاؤه عرف النوع. يعني لو ترك خارج الماء يطول بقاؤه، هذا معنى قوله يطول بقاؤه. ثم ويكره ذبح صغيرهما، ذبح صغيرهما مكروه. فإذا هذا الكبر والصغر، والفرق بينهما طول البقاء وعدم طول البقاء، يعني لو أخرج من الماء هل يطول بقاؤه حيا أو لا يطول بقاؤه حيا. الذي يطول بقاؤه حيا ثم وأكل مشفي، هذا أيضا يكره، يكره ذبح كذلك، يكره أكل مشفي سمك، يعني سمك مشفي قابل تطيب جوفه، لو شوية أو قلية أو طبخة يكره هكذا. هنا أني أطلق السمك لم يفرق بين الصغير والكبير، لكن سبق في باب النجاسة هذا يكره متى؟ لو كان صغيرا، أما لو كان كبيرا يجب إخراج ما في جوفه من المستقدرات، هذا واجب. فإذا ينبغي أن يقيد هذا إلى بالسمك الصغير. نعم. وما أنتن منه، يعني ما أنتن من السمك، هذا إذا مكروه كاللحم، هذا نظير للكراهة. فإذا كاللحم الذي أنتن، أنتن يعني يخرج رائحة كريهة، يكره هذا. وقلي حي في دهن دهن مغلى، يعني قلي حي، يعني حي سمك حي أو جراد حي، يقلى أين في دهن دهن مغلى، هذا أيضا يكره. ثم وحل أكل دود، مسألة أخرى، يحل أكل دود نحو الفاكهة حيا كان أو ميتا، يحل أكل دود نحو الفاكهة، نحو الفاكهة ما هو الداخل في قوله نحو، يعني الخل
أو المربع، القل والمربع هذه الأشياء يدود بعد مدة، فإذا هكذا لو خرج فيه الدود أيجوز أكله حيا كان أو ميتا، هذا الدود ممكن أيبقى حيا أو ميتا، لكن بشرط يحل بشرط ألا ينفرد عنه، هذا لا يوكل هذا الدود منفردا عن الخلي أو منفردا عن المربع عن الفاكهة، بل هذا الدود مع الفاكهة هكذا، وإلا لم يحل أكله، يعني لو انفرد ألا يحل أكله، ثم ولو معه ممكن وإلا يعني لو انفرد أو انفصل منه بعد ذلك لا يجوز، فإذن انفصل هذا الدود من الفاكهة ثم رجل لمه إلى الفاكهة أكلا يجوز لا يجوز، كنمل السمك، نمل السمك لعدم تولده منه لا يحل أكل نمل السمك، لماذا؟ لأنه ليس متولدا منه، يعني هذا لعدم الجواز. نعم نعم السمن، نعم سمك أختار كنمل السمن، السمن نعم هذا نظير، نعم فإذا خرج نمل في السمن، فإذا هذا النمل الذي ينشأ ليس الذي يلقى فيه أو يسقط فيه، لا بل الذي ينشأ فيه، وهذا لا يجوز أكله، لماذا؟ لأنه ليس متولدا من السمن، نعم على ما قاله الرداد خلافا لبعض أصحابنا، نعم يحرم كل جماد مضر، هذا يتبع المصنف مسألة أكل الجماد المضر، هذا ليس حيوان، والذي سبق يعني مسألة أكل الحيوان، وهذا مسألة أكل الجماد، يحرم أكل يحرم كل جماد، الجماد يعني شيء لا روح له، هذا هو الجماد، ليس من شأنه أن يكون فيه روح، الميت ليس جمادا بهذا المعنى، نعم جماد مضر لبدن يضر أي شيء، يضر البدن أو العقل، كحجر وتراب وسم وإن قل، هذا المضر وإن قل يحرم، هو السم وإن قل، إلا لمن لا يضره، بالنسبة إلى الضرر وإن قل يحرم، لكن هذا رجل لا يضره هذا الشيء هل يحرم؟ لا يحرم، هذا التفصيل يرجع إلى السم فقط، وإن قل إلا لمن لا يضره، إذن السم القليل لو لم يضر أحدا لا يحرم عليه، أما السم الكثير لا يحرم مطلقا، نعم حجر تراب كل هذا مضر للبدن أو العقل هذا يحرم، فإذا ليس الحرام مسكرا فقط، مسكر لأجل إسكاره يضر العقل، فإذا هذا قاعدة عامة، يحرم كل جماد مضر لبدن أو عقل من أفراده هذا المسكر، لماذا؟ لأنه يخل بالعقل، كذلك كل شيء غير مسكر، وإن قل و مسكر، نعم هذا اعتفنا لقوله مضر، فإن يحرم كل جماد مسكر، نعم كل جماد مسكر، ككثير نعم ومسكر هذا عتفن على مضر، فإذا يكون المعنى هكذا يحرم كل جماد مسكر،
هذا يقتضي العطف هكذا نعم. ككثير عفيون وحشيش وبنج نعم. كل هذا من جمادات المسكر نعم. كل هذا حرام. هذا لو كان كثيرا. أما لو كان قليل عفيون وحشيش وبنج هذا لا يحرم. لماذا؟ لا يكون فيه ضرر لذلك. أما لو كان يضر قليله لأحد يحرم إلا ثم هذا الضرر كيف يعلم؟ هذا الضرر الأشياء من مسائل علم الطبي، لأجل ذلك يعتمد في الضرر على قول الأطباء نعم هكذا هم الذين يقولون الضرر وبعدم الضرر هكذا نعم. ثم بعده فائدة في هذه الفائدة يبين يعني بعض المسائل تتعلق بالزراعة والصناعة والتجارة يعني ما هي أفضل هكذا يعني كسب فائدة أفضل المكاسب الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة. إذن الصناعة معناه العمل باليد، التجارة الزراعة هذا هل هو بنفسه أو بالعملة أيا كان، ولو لم يباشرها بنفسه بل بالعملة. فإذا رجل يعني يدير على الزراعة فقط هو لا يباشرها هذا أفضل من الصناعة، كذلك الصناعة أفضل من التجارة. قال جم هي أفضلها يعني التجارة أفضل هذه الثلاثة أفضل الأكساب التجارة هكذا قال جم. ثم ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام ولا الأكل منها كما صححه في المجموع. لا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام. رجل عنده مال حرام وحلال أكثر ماله حرام، يحرم المعاملة مع هذا الرجل؟ لا يحرم لو لم يتأكد أن ما يتعامل فيه من حال الحرام، لو تأكد هذا فيحرم وإلا لا يحرم كما يعلم مكان آخر نعم. كما صححه كذلك الأكل من هذه المعاملة أيضا ليس بحرام. يعني رجل يتجر فإذا هو يشتري يبيع الأشياء لمن أكثر ماله حرام، ثم بعد ذلك يكسب من هذه التجارة ربحا ثم يأكل، هل يحرم؟ لا يحرم. فكذلك هذا رجل عندما يباشر بصناعة يعامل مع رجل هكذا أكثر ماله حرام ثم يكسب منه مالا يعني بطريق الأجرة كذا كذا لا يحرم الأكل. وأنكر النووي رحمه الله قول الغزالي بالحرمة مع أنه تبعه في شرح مسلم نعم. الإمام الغزالي رحمه الله هذا من كان أكثر ماله حرام يحرم المعاملة معه والأكل منها هكذا قال الإمام الغزالي. الإمام النووي أنكر لكن تبعه في شرح مسلم، لكن في شرح مسلم ماذا قال الإمام النووي؟ قال قول الإمام الغزالي ثم مسألة أخرى. ولو عم الحرام الأرض، الأرض يعني لا يبقى شيء من أقطار الأرض إلا ومالها حرام. عم الحرام الأرض استوعب الحرام الأرض ولم يوجد فيها حلال جاز أن يستعمل منه ما تمس حاجته إليه دون ما زاد، ما زاد على الحاجة لا يكفي. فإذا ما تمس حاجته حسب حاجته يأخذ، لا يجب ولا يكلف باقتصار على سد رمقه هكذا لا يقال، بل
يأخذ منه عسب حاجته. نعم. فوق ما يسد رمقه أو ما زاد على حاجته لا يجوز. نعم. هذا إن توقع معرفة أربابه متى يستعمل منه حاجته لو توقف توقع يعني لو ترجى عنده رجاء بأي شيء بأنه يدرك أربابه أربابا هذا المال الذي يحرم الاستعمال من هنا وإلا وإن لم يتوقع صار بيت المال يعني صار المال مال بيت المال فيأخذ منه بقدر ما يستحقه به كما قال شيخنا. فإذا هذا مال بيت المال هذا مستحق لجميع المسلمين. فإذا ينظر يعني كم حل هذا الرجل نصيب هذا الرجل سهم هذا الرجل من مال بيت المال حسب ذلك يأخذ. شيخنا هذا إن توقع معرفة أربابه وإلا صار لبيت المال فكيف يتصور هذا يعني يعني نحن حصلنا على مال حرام نعلم يعني نعلم أنه حرام ولكن لا نعلم أرباب هذا المال هكذا لمن لا 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 يعني كما وجدنا مالا حراما نوقن أنه حرام من حرام ولكن لا نعلم لمن هو نعم مالك لا يعلم ليس بمعلوم وكذلك لا يرجى إدراكه معرفته عندئذ هو يأخذ حسب حاجته لأن هذا مال رجل آخر هو يأخذ بدون الله وبدون معرفة مالكه هكذا ثم مصنف فرغ من مسائل الذبح.